عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم سلوى سيد في المطبخ. اول مره اشوف الكرنب وعلى كده سلسله كل جديد. النهارده عيانه عشان لسه جايه من المستشفى. والله مش بجري، لسه جايه حالا من المستشفى. ومنزلنا على مطار السخاوه عند المدينه بتاعتنا اهو، زي ما انتم عارفين دفه المدينه اهي. احنا بكره واضحه ومستوى سامي نازلين بيه على الغدا. هو اصلا فطار، انا مفطرتش. كل ما نستعد للفرصه ديت بقى ونتصور مع بعض يب يكون صوتي وصل ان شاء الله يتكلم خالص. المحل اهوت الاندلسيه. اندلسيه اهو. انا ماشي عشان اعمل الكاميرا الاماميه، هعملها في خلفيه واصور لكم المحل. والمكان واضح اهوت، شايفين الصحراء بتاعنا. المدينه هي جميعا شايفين. اتفضلوا بقى كلوا معايا. ايه رايكم بقى في الاكل؟ بيتزا، ناكل بيتزا. ليه قولوا وحشتوني؟ وحشتوني. انا جيت اكل مع ماما. مع ماما لقيت ماما بتنادي عليا، قالت لي تعالى لي عند مطعم الاندلسيه. كتبت التليفونات وجيت. هو كان لسه يا دوبك صاحي من النوم وما فطرش اكل. هو بقى لنا لازم اكتشفته لسه جاي خد دعوه ربنا يشفيني ويعافيني. بحبكم في الله. هاكل بقى الاكل كده وارجع لكم. ادعوا معايا، ادعوا معايا شويه. طب مش خلينا مع بعض شويه. المطعم هو يا جماعه حبيت اصور لكم اليافطه اهو. وفين؟ عند بصي احمد بقى يصورني وانا باكل بقى عشان تقعدوا معانا شويه زي ما انتوا تقولوا عايزين تقعدوا معانا شويه. خدي احمد صورني بقى وانا باكل. انت صورني انا معاك. لا تمسك كده بس بقى. جاي هو راح فين محمود؟ جاي جاي اهو. كان شايفني؟ مش شايف حاجه. شوف البيتزا بتاعتهم بس طعمها ايه؟ اهي بس اكيد بتاعتي انا احلى يا جماعه. الله على الصحراء. عصام الصحراء دخل. خد يا عم، خد يا حودي. سلام بص سلام. كان بياكل لا سلام 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 سلام. بتاعتي احلى اسلام صح؟ اخلي ما دي حلوه حلوه حلوه. عشان حرام محل، احنا في محل بقى. انا وشك هنا. خد يا حودة صور اللي ورانا. ايه رايكم؟ بدأت بالبيتزا الأول، سبت الكبدة. بس على بصوا هنا في كبدة في النص حلوة. بس يا حودة. انا عملت الخوخه بالزهر بالفن والليمون. انا شنو اللي حط عليها مايونيز وكاتشب. الخوخه بقى في ايدك كده ما تعرفش. اسلام ده بطاطس. شايفين يا جماعه اسلام طلب ايه؟ طبعا هو طبعا شاركني في الكبده بتاعتي وهو دلوقتي ايه جاب بطاطس، فانا هشاركه واخد واحد بطاطس وهو واحد بطاطس. انا واحد بطاطس. لما انت واخد واخد الكبده مني ليه؟ بس بيتخانقوا مع بعض. ايوه نتخانق صح. واديكم يا جماعه ان انا اخد ان انا دلوقتي تاكل. شايفين حلاوه الشندوتش البطاطس بتاعي حط عليه كاتشب اهو. انا اللي حطيت لك كاتشب، انا اللي حطيت لك كاتشب. يوسف اسلام راح بص يرضيكوا جاب هو كبده تاني وبطاطس. انا عارف قدام البطاطس ده. قولوا انا زعلانه منك يا اسلام. اه احمد جوز عين حيران. احمد النهارده غرمناه جامد، كشف ومستشفى وبعد كده كمان عزومه. ان ماما تصحي. اه سلام. كده عارفين المكان ده جميل حلو والله العظيم. اصلا شايف المدينه؟ نعم يا رب. حوالينا كده يلا كده شايفين المكان. هاكل بقى عشان سندوتش البطاطس كده. انهي الفيديو بقى. يلا اشوفكم على خير. بص جديد يلا اسلام. قول له ايه انت الفيديو بلاش عنه. بص سندوتش البطاطس. شوف ده اسلام ملاك كاتشب. ولا 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 مغرقه لكم ملاك كاتشب. شايفين؟
شوف 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 ش